سراكيش الملتري ويسيني سيوك جوكتا دم ما 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 قاعد يهب الويه وحس إذا بدرها لها إذا عدو وحي حقه كينا ولي قد بده ما قش وياه وانا إذا بدر رضا كان كذا عدم ما سير سراكيش أوك توك تعيش يسو هوب كي يرى السودري هوب السودري هوب كي وحس الكال كاس يعيش يعني شن يا فرد قالي بقول لك يعني بقول إدقارا سارم بقول إدقارا وضطة ولا جاي لي أم ذاك كلاودن وايصلحها بد خاصة تابرت هايدي هوب كي أنتي كله الكل لقي والله وحنا بخارب البراءة على جو حرست وحنا بخارها الجيساء أنتي أقول بدينا جميلة بالجيست وحودي يا رجوبة يا دجال نينك عليدين دور الشقبو وعليدين حال ما يدل لها جرح حتى سووا بكسود ويست بشي ودم بيسوى على كلها وبكسود ويست ويا وحبان وجهي اسكت دريس جماعها إلى هاي باي قص الرياض دي الدنيا بوان لا وحبك اللي ما يترك يويست لا لكن إذا بدران أركا حشود درانركا يا بانركا نان ميروس عن بانركا تلقي قبنا ين بانركا أيكو ده فرحسي ين بانركا وحاس صورة وصعب كوب جراع يان بانركا وحنا دي شقيا هوب كي أنتي كله وحكوها رئيس تهر جيسة إلا جبيلة يبودكتا أنتي أبدا نين بخارم ده حتى يدا دي حدي هول البلد كوكا بجو هول لام بخار ربع هين وحبيس ياها أيه هوب لقبله ولا بده هبي النمو لقو قرية ضد خاص مركي صهرا يا الله يا رسنا يا والله بالله تالله تاجر يا شو ودني بالله يا رسنا يا عيد كلا الله يا رسنا مايو وحلا يا هاي خير ودني وقدر كلاني دين شقيا لا عجا الله فري لا عجا هندول كل يبين يوحن 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 وحصاب حي أو يسوع قرية إن دت كي نيو وينا قريب لعروش لقو يبسنيو أو بقول بقول كل يلا بلا بقول كل لوق شيء إيه هذا يدونا قارودنا كم ده هاين وحن دين شقيا بل يردي تبا برناي ديار كاهين وحن دين شقيا كرسي أور دي سان واسمعد واسمعد وبتكينا أنت كلامه ويسامرتي صدق حبرود بعد ذلك مشورتي أها تعال إلا بدك كلامه ويسامر أنا مدو اللي بمرك يدوني سوى حي دون تيس مينيس بابور بيكور تجريس ويور ديسي تكلم وحيل الهبل الله دكان مايو هدوك عم فريستو إلك سود وينية ذلك ولو كلا دريرية ما من قبلات بوقاتي إذا بدك استوين يقولها الليين إلى غرحيه هرجيسك الجيسيني ينقوه كله نأذبو أذبو سبب هذا ما كدرت يدك حوشير ويدا ما تعلو سبب هذا نيجي أوران كتان دت كويس كدير أيه مشيت وياي دت بدن باي لوقا يلا شوقي يقولي دت كاس كدير وارس كم دير أيه تكلم يا بران بيا خري يسي ما كي بابور تقول تقولي يسي أور ديسي تكلم ما كي لهاي ده حوشير لدكان مايو يا أي بهرجيسة غرحيني كي جيسني غرحيني شبوتي لو هذي يقول والله يقول والله يا هرجيسة كدعي أمركي سيلايو يكوي كاري أنت بوا حلقو عادين يا حسب كل مي حافظ جاري مشي بيو كل مي حلقو عادين يا تي هراء دولة خياله يا تي دمبة أمركي شان يدل عشيب يسوي ما وقدين أنت بوا حل مال بيه وحلور ديني كرسي جاوي ورديسان كرسي هو عشورة أمركي ناقرانة ساس إذا كوا كلو قرانية أول بعنا مسلين بقول كي بس ديت كعد دارد وعنا نسوي وحينا صامري مثل بعض أبتكين أيا شرفه يكون فنان كهلية ويا يمك وحلا يدكوا هذا سمال الحيل كذا مجيان ووحي أنا كنا لورنشري يا نكور ديني وحوم وقتن دد حوج وين حوج وين حوج وين وحدنا سيدي أرامد يوتيوب بيا كأهان تكتوك على أفهم كل يقولها اللي شراه كلا الربوي اللي دم كل واحد له ولا بعدين كوا اللي كبر غيوا قام في الدين اللي دم كمسو ديرنا يوم كوان أركا لكن وحكوا هذا المجا عوبت كاجا وحكوا هذا المستقبل كعوبت كاجا ويو يا عبد الرحمن تقول تانو اللي بتشوفين بالليريد كان يمرك وشام فديان إنك كلام قدامه فيصل كان ما إركانه كاد كان تواين وماشي مع ملايو ده عاد كم وقتا مرك مجيئين يمسك كينا كحيران ما في عمر ديسان وحور ديسان مجيئ غيرك اللي ورديين مجيئين تي إذا بدر هذا عيا ماشاء الله قصاريا مرك واحد دي شقيه والسومالي لين واحد سومالي لين خطها مرك واحد قوة كل اللي يقولي اللي قوة يقولي أي مرك عاد كرسي كم مرك عاجه شو مرك عاد مرك عاجه هو جاميسو هديك عليه هذا سومال لا سيدك هو كله ودين ودين نقول كله سيد يا يدي به هلا هو كله دريرو كي يكون معاش يجري هذا قدر هي سوت على عدلا قلبك كلامي كبدني هي قسم قصاقرا أما وراجدو واحد عن مرة دي مسلة ديري ولا الدمينة يا كذب بين ما يسو إله هوين يا واحد كه وحلا بالقشر موضوع قشر موضوع أنا وحنا وش على هين يدنتو سبب توه أما نين كاميش الله دافيو أنا قلبي ده سيئ تاجنتي إند على علا قديقو على علا
in laga dhigo waayo waxaan arkaa reerkayaga iyo 3 sanadood raaciyada oo muduga waxaan arkaa oo hadaan xitaa nimadna meeshi ciid baa cunaysi siinaa ma ogeydin isagoo jooga wallahi billahi tallahi baan haba jecla shaah ka ahay Soomaaliland shaah wala maamulinayo wala haysto oday weyn buu hayo sidii la doonaa la yeelayo waxa meesha joogay wixii qarash yeelay ciid baa qaadatay haba jecladii meesha joogtayna tuug baa lagu sheegay masaakiinta ayay garoonka iyo maxay dhahay madaxtooyada iyo taagnayay ilaahay garanaysay waxaynu arkayna wixii wasaaradda ay taagtay ee wadankii noocii ka dhigtay ee isagoo bilaadeena wareejisay tuug baa lagu sheegay lacagtii iyo bangiga iyo maaliyadina ciid baa qaadatay waayay waa wariga sheer gareeya wariga sheer gareeya wardadka goobta idaacada garab taagan waxaan leeyahay idinku maalay idinku maalay abeelkeeda way iga helaysan waayahay in waxaan idin sheegayaa waxay yiraahdaan Soomaaliland muuse ka dambayn mayso mar haddii la dhibayo ee kansaa noqon weydayo uma muuqdaan waxa uu dhibaato wadaa uma muuqdaan dalkii halku maray uma muuqdaan kala barku ka soo cararay uma muuqdaan in doorasho la rabo uma muuqdaan kursigu rabay ay rabeen oo kale in la rabo uma muuqdaan waxani labadaas sabab baa la soo baxsaraya sabab dabadeedna waxa lagu yiraahdaa muuse walaa habriba ku wareejiyay wallahi waa geesiyeed in la shaqaysaan u haynin oo yala shaqayn lahaa ma samada laga soo magacaabi laa kuwa la shaqaynaya waa idib darooyinka iyo xisho darada meesha taala hadaba waxaan idin sheegayaa hubaa la diyaarsada dagaal baa la idin diyaarsaday odagani meel uma socdo waxay taagan yihiin Soomaaliland ka dambayn maysa hadda inagu bilaabantay waxa kaloo inagu bilaabantay ilaa 72 ama 30 doorasho qabsoomaysa ma jirto dawladdu iyada oo xilligay qabsoomayso eeg caam la isaga keendigaya caam ayaa la isaga keendigaya wariya dalki busaarad buu baqtiyaa shidinkii waa la urursaday qandaraaska busaaradu halku ka yimid miyaa ogtiin waa in Umar Geeli odaygaas soo faray ku shaqaystay ku qafilay yiri hadaa doonaysa dadka inaad maamusho ninow gaajo ku dig ninow cashuurta cirkaagii waa laga dambeeyaa igu walaahay gaajada dagaalada bariga waa bari dagaal karid kuwa kalena dagaal markaa deeyso foqor bay gelayeen kadib cashuurta samada ku geey kadib dadku waxay noqonayaan bar cawlan oo iska taagtaagan oo xaaba iyo bar qaranka waxay loo yaqaanay u niikiya oo caada qaatayaal oo raashin gamca loo saaro iyo bar sidayada dibadda ka soo qeyliya anagu damagu joogin markaanu meelahan ayay noqon kala baxayaan muddo dibadda ka soo mucaarado meelaha ka dhaaleeya qaaqlayaal bay u kala baxayaan iyo bar raali ku ah adiga ku hor rabaasa oo ku hor yaa sidii ku imaalintii garoonka dibayay ayay xiqayla madaxweynada dibay urday waa dhaqan halka ay inaga yimi balu fiirsada lix bilood oo dambe hadduu sii joogana Soomaaliland jiraysa ma jirto taana halka ay dhig oo waxaan leeyahay war Soomaaliland waxay taagan yihiin muuse ka dambayn mayso wariyaanay ka dambayn cid lala hadlayaana waa cid khaasa waa reerka ku siga xaq u leh ee maanta raba ee u soo halgamay ee markii hore sameystay ee dabeedna maantana doonaya sidii kuwa kale u doonayeen ayaa lala hadlaya qanaayadan dhagahooda lagu wada 2003 ay dhacaysa 2007 aniga yima wada aniga no anaga ma annaga ma ay waxay u wadaan reer oo dani bay u wadaan waa haday is yeelan garxad jismid baan leh walaalayaal waxa habeen kasta waan idin sheegaa wallahi oo billahi oo tallahi hubba la idin diyaarsan laakiin waxaan leeyahay hubka aaway raggii ku dagaalami lahaa haddaan aqaan cid aan ogahay aaway raggii ku dagaalami lahaa hubka idinkoo afka wada qabsaday hubka oo la wada wareegay oo aynu baahinay baa la tusa aynu baahinay oo aynu leenahay waxba baa la hayga yaacay haddii sanduuqa dhulka la dhigi waayo adee laydin ka fooqiyo badanba adeer inta foog ku leedin in leeg bay ku leeyihiin adeer maata inta idinka joogtaa ka joogtaa adeer inta dhaqaale idin taalbaa u taala adeer haddii la kala xishoon waayo kii 3 sanadood cuni waayay dagaal u durbaantumo adeer adiguna 17 jeer durbaan karoo dagaaltum yaa nacasnima ku qaadin waayo waa lagu gudeeyaa dhagtaada lagu eegayaa danaa laga eegayaa danaa lagu eegayaa taasi waa barta dadka raashinka cune idinka idinka tirsanay idin qaybin doonay laaluushka la soo diin doonay imanka aniga lay sheegayna adeer hadhigaysanina waliba dhalinyarada beelweynta gaxajis waxaan leeyahay danihiin iyo mustaqbalkiin iyo magciina dambe wuxuu ku xidhan yahay meesha ku nooleeyeen dhowr iyo 3 sanadood oo sida loo hoggaaminayay aa u hoggaamiseen oo sida cashuurta loo urursanayay aa u urursataan hadii kale adeer dhulka la sima dacaladaan idin la qabanaynaa biyaana cadaalada garanay shalaan waa naba joognay magac kasta aanu helay shalay baanu daa naba joognay maxaa walaalkay diidayay inuu hoggaamiyo
bartaasan dhigaya magaciina ubadka ubadkoodu wuxuu ku xiranyahay inaad ku dagaalanto waxa aad doonayso ee khayr ka shiray doonayay ee dhirtii dhagaxba u jiirayay ee qaraxyada sameeynaayay taa bartaasan kaga tagaya aan qodobka ugu dambeeya qodobka ugu dambeeya wariga sheer gareeya qodobka ugu dambeeya ilaa maanta iyo maalintii ciidanku goocada ka soo baxeen ciidankii Soomaaliland waxaa la socday ciidan reer Khaatuma ويني عم باشن ينكل إلهذا وتي أنت وين ديش يقول أما أنت نصدق قارا قوستك شلي لبا قارا قوستك إلي نوش يكتب مشفتو ولي أنت يا ريدا بابور تا هيدا لا صو على رأي إيه ما مل كلين ولي والله لا بحسن يا ساك أنا صدق قاري وصدق قري وأنا لقسم ريني سيري هي ولي بقري يا ريني سأقول رسيسي هي وأنت سو بلو بلقي شقيني أيا لا لا قوست عند هذا الهيسام مشفتو سيدي بالله فكانيا شريا فرتك يقاري ماشي تجيني عيد قالوا وجبتي هبت على الواك انت قال لي يا ليدي قرنك قرنك فينا وين ادي في عدن وعارك يدلع ولعولانو ان او ميل لو صدوروا هينو فقر كم مقدو ميديا لو ريجينا يو انا يقول غراد المادير بانو نهي غراد او قرنكاغا ايغو مساكين ما غرانيا ايغو ماسكر با ماسكر با ولا بقف او لعولانا ميلها لو ريجينا يو غراد المادير بانو نهي يو محمد جامع قال المادير لفوز على عد بان غرينا حلي ول بدري ويغي عيب لادي لكن هالسوق لنا إذا عد الشغل دي إذا هالسوق لنا هذا السوق عشان لفين عد عد بانجرنا يا شو عم بين السوق جرنا ده هلا بين النهاي ما تشعلين أن تاير كيدين مريض الله بدأ قف هيك دي ملها وريشني ساعة ولا عورة وين أنا يا إنا والله بقف ولا لا الله بدأ بس هو عم بانو جرنا يا بهد أي يدود أرضه يو يقول الماء عليا يا ديركود يا قبل قدر وانجرنا يا حلا إذا عد الشغل دي هذا السوق عشان إذا كايا يجي غان يا إنا نسقسو ديرين من متش علي تلك يسك يا يو حاين أنكم يا ريس تويد عدو الدولة بيكاد ليس يحكون يو حبيكاد ليس وويني هكم يا ريس سنين وادت شوف هذا إذا هم مساكين وفقر كم موضوع وأنا ده كرنا المحافظ كان يدون تيدين قال لك شيء وأيو خير كود واحد قاتان سديت كنا مشاركة من اللي ترجع خير كود وسارة كستي قرنيه خير كود مشاريع بوسعتها خير كود حنانوين كي يملب كي قرني خير كود صندوق تي بي ال شيء كي لعبتك قاتان خير كود صندوق هذا اللي يرد اللي ينقول شيء كي بيصدح صدح مشارك قاتان خير كود وحال لعبتك قاتان صندوق دي أورك هواين كي الله بضعها نوي النجات أي لعبتك قاتان لكن هو يجا قللي بهاش يسويت هكذا يقول الجراد وقرن كدفاع المادر بينه النهاية ما قرن يان ميلو صدوا حلي دتك مساكين تأول على يال هل كين تشوجا وأنا ركا وبختين دون تيدين كجو ريجا يسا إلى هاي بالدين كش غي نين كاس لا مش عودا في الله هيدين تجين كين أنا ولا عشان الله هيدين قدم كلو وحلي وحلي وردا تجين كين كنت قال ما يسان تعالى بين تدير جروب إذن الهاي واحد عاد يشول ديد وقصود وين إنسان وقصود وين إنسان حساس تيسلا ما كان قرن بما ير عدن إذا عد السوق باكد إيه وقصود وين إنه دون تيدي كقول يجي سوا نركاي شوف شوف كيف بريس كأنا والله إنه كنت خلايا سديد يتبع عشورة ده كلا نوع ولا صار همين هراود بيسيبوا على كونتينر صدق بقول يا كنت عشورة صار وأنا ثلاثي إسماعيل عمر جيلي ده كإن جاتش اللي قديري دونا إن دلك هو كي يعيدون تا إن غرن كيو إن وحي غرن كلو نشري ayuu adeeg doonta oo dadka baqaada bay noqon doonaan oo reer kasta lagu dhexdarsado oo masakiin oo habar jecel dagaal geliya kali xajis uu kale fateere inay wan nooc tahay idinka idin kala dira oo noocan bay noqon doonaan waxaan leeyahay halkaas aan taa ku dhaafaya in taana halka ayaan dhigaya qodobka iigu dambeeya waxaan kula hadlayaa reer wadani خير ودنيو والله واحد ذكره بقى مشرتو تنكل على ذكره مشرتو واحد أوجه هيدل كه بتبادل سيني دورو شو كشرتو واحد أوجه هيدل كه هدي ليح بلود من كاسي سيف فديو إنا واحد إنا نوران يدد يدويو إنا أنا يكرين واحد أوجه هاي إلا بقول كي بس ديتن أنا جو آم ودني أهين إن بقول كي بس ديتن أعدام إلى هيدن ويا يدد رب رجي رب يبي يقام باوطة هدا عندكن قوة هدا عندكن كودا جرانيو واحد ذي شيء walaal yar taan halkaasan dhigay waxaan leeyahay diyaar garoobe oo waliba dhinaca saanada iyo dhaqaalaha ka diyaar garoobe nacasnimo yar idin qaadin khayrkiin dhirtii dhag u jiiray markuu wax doonayay yaan walaalaha isaga la isku dirinayo dad waxan qeynayad baa leh aan halkan kaga qoran yahay halkaasaa magacaabeen irir samada lagu soo qoranaya yaan lagu hoodin waxa taa halka idin
qodobka ugu dambeeya ka hadlayo waa iga fogeeyay odaygani wuxuu soo qaatay maamul goboleed ayuu soo qaatay hadhigaysanina ilmiye haasta Ismaaciil Umar Geeli iyo isaga iyo xasheeshi Maxamed markii Jabuuti lagu shirayay ee Itoobiya la tagayay ee ilaa farmaajo arin soo socday baa jira taxadka hoose maraya intiisa badan ay noognahay odaygani maamul goboleed buu qaatay waxa lay dadkani waa dad fogaaday oo Soomaaliland iyo balaayo lagu disayay disayay si looga dhaadhicinaya waa sababta dagaalada ugu badan la idin galiyay qandaraasida dagaalkana loo qaatay kii dawooyinka iyo kii rasaastaba waayahay dagaalada la idin kaga tagay maayo dhinac walba dagaal baa la idin kaga furayaa waa la isku kimbislaynayaa si aan maamul goboleedka u aqbashaan kama dambaysta waa la isku dilayaa dagaal buu furayaa Soomaaliyo iska xaadirinaya waa aragtaano wax irid Soomaaliland ugu sheegay hargeysa ay ugu sheegay hargeysa saa ugu soo qulqulaya oo waxa la waxay inaan garanayno inuu hargeysa lagu macsuumayaa nooc kasta hargeysa la inoogu keero aan weligood inoo iman jirin 2 milyan oo eedab dare hargeysa lagaga warramayo ilaa xalay TV ga Universal bil waxa furfadhiyay eega iyo waxa laga hadlayo iyadoo la leeyahay daaroodna waa cad ugeyna la isma soo galo oromana waynu isnahay haddana waa kan haddana irid Soomaaliya dhex socota waxba dhex socda odayga suldaanka ah ee surre iyagoo reega eebla saddex bilood ka hor wuxuu lahaa wallahi waa dagaalamayna waa ridayna walu ku maray yaa aragteen meel uu ka dagaalamay wixiba waa ilmay xaas uu cid khaas lagu dagaal gelinayo cagaar dhig balay dagaal ma jiree reer khaas la dhameynaya xaab ahaan loo shidanaya saddex bilood ka hor odayga surre wuxuu lahaa suldaanka ah wuxuu lahaa wallahi waa dagaalamayna kaybalku ka hadlay waa saddex bilood ka hor dib u doona kilibkiisa wallahi waa dagaalamayna wakiilaha yaa aragteen meel uu ka dagaalamay agaa dhig baa la yidhi hal reer baa la dagaal gelinayaa meesha dagaalama jiri hal reer baa la dagaal gelinayaa waa jecel la dhameynaya la karinayaa oo noo dagaalamayo ciidan oo 49 noo dagaalamay maantana noo dagaalamay taana halka ayaan dhigayaa odaygani maamul goboleed buu qaatay inuu dalkan burburiyo rabaa wareegadii hadda waxay inoo qoraysaa Muuse ka dambeyn mayso sidii caanay naga daadanayaan inta waxay la hadlayaan doonista wadani igu wallahi baan cid kale la hadlaynin habeenidan buu waxay isoo qorayaan ka dambeyn